باشا انا بهجم. ازيك يا بهجم؟ ايه الاخبار؟ تمام يا باشا، القضية اتحددتها جلسة كمان 4 أيام، إن شاء الله المرة دي آخر جلسة. بهجم من فضلك، أنت المرة اللي فاتت قلت لي إن دي آخر جلسة. أنا عاوزك تبقى واضح ومحدد معايا في الكلام. يا باشا اطمن، استحالة تتأجل تاني إن شاء الله. مساء الخير يا استاذ حمزه. طبعا انا بعتذر من البدايه ان انا جيت لحضرتك من غير ميعاد، بس يعني كان نفسي ان انا اقابلك بكل الطرق الشرعيه والطبيعيه، نتكلم في التليفون، اخد من حضرتك ميعاد. انا عارف طبعا انت مشغول، بس من واضح ان حضرتك مش عايز تكلمني. حتى النهارده الصبح اديت لحضرتك رقم التليفون وما كلمتنيش. اصل انا قطعت الكارت ورميته في الزباله. تمام. كنت تقول لي يعني ان حضرتك مش فاضي، مش هتقدر تكلمني في التليفون. طب حضرتك اسمع، انا عايزاك في ايه؟ مش عايز اسمع. طب ليه مش عايز تسمع؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ لاني مش عايز. طرشتي يا استاذ حمزه. باختصار انا جاي اعرض على حضرتك عرض مهم جدا. هتقدم فقرة في برنامج مهم، وبعدين أنا عارفة طبعاً إن دي حاجة سهلة على حضرتك ممكن تعملها، وأي مبلغ، أي مبلغ حضرتك هتطلبه هيجيلك، هيوصلك. أستاذ حمزة، أستاذ حمزة، أنت نمت؟ خلصتي؟ بس يعني في لسه حاجات كنت عايزه. خلاص قلت لك مش عايز، امشي. طب والله ما انا ماشي، وهكلمك بالذوق بالعافيه هكلمك. طب اقول لك على حاجه بقى، ادي قاعده ومش ماشيه. صبح انا حمزه، اطلع خد الزباله. عالم زبالة. الصغير فاكر نفسه كبير، والتافه فاكر نفسه بيفهم، وعيلة ما تسواش فاكرة نفسها مرة. وانت ما لقيتيش غير الراجل المجنون ده وتتكلمي معاه؟ ده مجنون كريزي. راجل مجنون مين يا ستة؟ يا مجنون انت؟ ها؟ يلا غوري. ولما تاخدك كان يوم اسود يوم ما جيت في العماره، ده 60 ميل عليك. ان غدا لنظره قريب. انا ما قلتش حاجه. انا عارف، هي عارفه كويس قوي انا بتكلم عن مين. وحياه امك لطردك انت وابنك، انت فاهمه؟ ما شاء الله على الالفاظ. وانا اقول البلد خربت من ايه؟ ما هي دي الدبلوماسيه المعفنه. ايه حلوه، اول مره تسمعي الكلام ده؟ عالم زباله. حمزه باشا، انا صبح البواب، عايز حاجه تاني؟ لا يا صبح متشكر، خد كيس الزباله وبالمره. في زباله عندك على السلم، خدها في ايدك. ماشي، كتر خيرك. عم صبحي تعال. امريني يا ست هاني. اديك فلوس تجيب لي حاجه. عينيا بس كده. خد، روح جيب لي 2 بيره كانز. استغفر الله، ده منكر استهانم، انا ما بشتغلش في المنكر. طب جيب لي 2 وخلي البيع عشانك. بس كده؟ عينيا يا ست هاني. بقول لك ايه، حمزه بيه عين عندي 4 مشبرين 100 100، اجيب لك منهم 2 واجيب لك حته جبنه وشقه بطيخ تمزمزي بيها، ايه رايك؟ ماشي، بس روح بقى يلا ظبطني. اوامرك يا ست هاني. السلام عليكم. وعليكم. لا لا لا، حضرتك ايه؟ انا مش عارفه ازاي انت
بقيت دبلوماسي. ولا حتى كده نزلت اتمشيت من قدام وزارة الخارجية في الشارع قدامهم كده. ده انت بترفض كده قبل ما تسمع؟ مش تسمع؟ اسمع 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 عايزة اقول لك ايه وبعدين ارفض. حيالا كانوا بيجيبوك في البرامج بليشي كده ببلاش من غير فلوس، تيجي تقعد ترغي وتتكلم وتتخانق وتتعصب وفي الاخر يقفلوا عليك الهوا ويمشوك. قبلك فرصة عمرك، برنامج تتكلم فيه زي ما انت عايز ومحدش هيقطع عليك، كنت هتاخد فلوس كمان رخيصة. مش رخيصة وبس، كمان فاشلة زي البرامج اللي بتقدموها بالظبط. انتوا شوية جهلة ومدعين، وبتقدموا جهلكم لشوية جهلة زيكم للأسف. انت عارفة ان اوسخ وقت بقضيه لما اتعامل مع امثالكم؟ شوية جهلة بيقدموا اعلام لشوية جهلة زيهم، وللأسف اللي بيتظلموا هم الناس المحترمة، وأنا بطلع عشان أتكلم عن الناس دي. يا محترم تتكلم عشان الناس المحترمة. أحب أقول لك بقى إن شوية الناس الجهلة دول هم اللي عرفوك بكل أخطائك وسلبياتك وخلوك مشهور. ده أنا ما كنتش أعرفك، انا معرفش انت مين اصلا. ده انا قالولي واحد اسمه حمزه، ماشي كده الناس بتتكلم عليه، بيعمل مشاكل بس في البرامج ويشتم بيجيبوك عشان كده. ولا انت اصلا فاهم حاجه، اهي الناس ديت بقى كانت اي كلام بتقوله غلط كانت بتصدقك. عارف ليه؟ عشان الناس جهله زي ما انت بتقول. هم الجهله دول بقى هما السبب في ان خلوا عندك رصيد وسط الناس. انت عارفه ان انت قللت الادب وما تربطيش؟ ما طبعا اي واحده مش هلاتيه بتبقى اخلاقها وسخه زيك، قاعده على السلم نص الليل قدام شقه راجل غريب. روحي شوفي اي حد يفتح لك يمكن يريحك. امشي يا بت. انت راجل واطي، صدق ان انت راجل واطي ومنحط وقليل الادب، وانت لو اخر واحد هشتغل معاه مش هشتغل، ينعل ابوك راجل قذر. اتفضلي. من الواضح ان انت ما بتجيش غير بقلة الادب اللي ما تعلمتهاش في الخارجية ولا في بيت امك وابوك. انا عمري ما ضربت واحدة ست، بس واضح انك غيرتيني كتير. بره يا ابن الكلب يا واطي، يا ابن الكلب يا واطي بتضربني؟ اطفو عليك بره، اطفو عليك، اطفو عليك راجل واطي بره، اطفو عليك.